اتوضعنا في الوضع ده، وده خطأ وعيب علينا كمصر ان حد يفرض علينا هذا الوضع من اوائل سبعينيات القرن الماضي. بمعنى كده ان احنا عشان نصلح محتاجين 50 سنة كمان. نبدأ ازاي؟ شوف حضرتك دلوقتي انا بقول خطأ سياسات دي موجود، خطأ دعوة ايوه موجود، ايوه خطأ اعلام كان موجود، خطأ صانع القرار كان موجود. أيوة. خلينا واقعيين، مش انا عايز احصر عايزين نتكلم بصراحه وازاي نحل مشاكلنا. انا كان عندي الى حد كبير انبطاح في كل حاجه، بمعنى ان انا بقلد، انا بقلد، ليس لي عندي الخطط اللي هي نبع فعلا من فهمي الصحيح للاسلام. انا عندي كان عندي عوامل داخليه وعوامل خارجيه هي التي فرضت على هذا المجتمع انه يسير بهذا الشكل، لان حضرتك ده المجتمع بينهض بيه لغايه ما وصلنا الى ما نحن طبعًا فيه. طبعا طبعا، هو عمره ما يجي بان محتاجين محتاجين وقت قد ايه. وبعدين برضو عايز اقول برضو معلش، يعني هو حضرتك برضو قلت العباره اللي هو دع المؤسسه الدينيه تخرج من الدنيا والعلم. كلام الاستاذ عادل هنرجع له فيه. الدين للحاضر، الاسلام للحاضر، للماضي وللحاضر وللمستقبل. طيب. معلش هرجع لها بس خليني اسمع. الماضي والحاضر والمستقبل. تمام. لكن الاسلام الصحيح. أيوه. الاسلام الوسطي، الاسلام اللي ربنا اراده لهذه الامه، مش الاسلام المغلوط، مش المشوش. مش اللي جاي غير عن غير عن فهم، عن غير فهم. أيوه. مش ده هو ده الاسلام اللي ربنا. الزياده السكانيه فين اكتر؟ فين اكتر؟ هل بنتكلم في القاهرة، بنتكلم في الجيزة، في اسكندرية، ولا في القرى والنجوع؟ في القرى والنجوع. هل الخطاب الديني الموجود في القرى والنجوع يواجه هذا الخطر الان؟ حضرتك ما هو ده فعلا ليه بقول يواجه ليه؟ ايوه يواجه، لانه انا عندي الوقت خطبه بيواجه الان هذا أيوة الخطر. ايوه طبعا، المنابر اهو حضرتك في الكره والنجوع بيهرب يا فندم. كان عندك بيهرب 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 من الخطاب. مش حضرتك بيهرب من مواجهه هزم. معلش استاذ عادل، استاذ عادل رفقا يا عادل بيه، رفقا يا عادل بيه، اتفضل يا دكتور. استاذ عزم انت يعني استاذه محاوره اعلاميه ممتازه يعني. الله يخليك، اتفضل. يعني شوف حضرتك، أنا دلوقتي أما يجي مثلا الخطاب الدين أما يجي النهاردة بيتكلم ويقول والله أنا مثلا الميثاق الغليظ ده خطبة على فكرة الجمعة اللي جاية دي. أيوة. الميثاق الغليظ وكيفية المحافظة عليه أو ضرورة المحافظة عليه، يعني إيه؟ يعني معناها الأسرة القوية. تمام. العقد اللي بين الرجل والمرأة يتكامل كل منهما على الآخر. وكل واحد منهم يبقى فاهم ان هو كيف يربي الأولاد وكيف يمكن ان يكون نشأ طيب ونشأ جيد للمجتمع ده. أي. على سبيل المثال اللي فات الجمعة اللي فات كانت أمانة الكلمة. قبل كده كانت الإشاعات. ازاي؟ ما هو عشان كده بنقول حضرتك هذا الكلام زي ما هو موجود في المدينة موجود في الكرة والنجوع، لان نفس الخطب دي موجوده. الزياده السكانيه الاكثر بها الاكثر في عند اهالينا واهالينا اهالينا يعني. أي. في القرى والنجوع، فاعتقد محتاجين المنطقه دي محتاجه تركيز اكثر عليها. تركيز وتكثيف لهذا النوع. والتوعيه والتوعيه بصحيح الدين، والتوعيه بصحيح ما ينبغي ان يكون عليه هذا المجتمع اللي بيستحق كل الحقيقه يعني كل تقدم. واحنا فعلا مع كل الجهود الطيبه المبذوله على مستوى القياده السياسيه وعلى مستوى يعني صانع القرار في المجتمع.